بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يوسف أيها الصديق أفتنا يوسف أيها الصديق أفتنا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم في سنبلك إلا قليلا مما ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل
لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال فلما جاء الرسول قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن
قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وك
كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالوا سنراود عنه أباه سنراود عنه أبا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا
وهو أرحم الراحمين. قال هلا منكم عليه إلا كما فالله خير حفظا فالله خير حفظا. قال ألا منكم عليك إلا كما قبل فالله خير حفظا. صدق الله العظيم. قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا فالله خير حفظا فالله خير حفظا فالله خير حفظا فالله خير وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رد إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونستعين كيل يسير. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا
ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وقال يا بني لا تدخلوا من واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما
إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم
أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه فلما جهزه بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ آيات بينات من سورة يوسف تلاها على مسامع حضراتكم سفير قراء جمهورية مصر العربية وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عطار الهنداوي القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف الحج مفتاح العباسي المقيم بقرية العباسي التابعة لشركة الاتحاد. باسم قبيلة الهنادي نشكر كل من تقدم إلى هذا العزاء وتحمل مشقة السفر والشكر عام للجميع وإنا لله وإنا إليه راجعون.